الآن جاء الدور على نجم الأمسية وكل الأمسيات. نعم هو نجم في كل أطواره، هو لاعب أو هو في مجلس الإدارة أو هو رئيس للنادي أو هو يسير في الشارع هنا وهناك، أينما كان الترحال هو نجم. مسيرة من تفرد وخيال. الكابتن محمود الخطيب في البداية خالص تهانينا بدوري الأبطال، خالص تهانينا بالأميرة السمراء 12، وللعلم وللتاريخ وللمجد كل البطولات 12 شارك فيها الكابتن محمود الخطيب، إما لاعب وإما في الإدارة. بالفعل هذا شيء مذهل شريف. صحيح يعقوب، شيء مذهل ومفارقة غريبة أو عجيبة. كلاهما الخطيب والأهلي كان قدر الآخر. بين جنبات القلعة الحمراء سطر أروع من ارتدى الرقم 10 حكايات خالدة بدأت وتواصلت لعقود وصنعت أمجادا بالتأكيد ستبقى على مر الزمن. وخليني أقول لك بمناسبة الرقم 10 يعقوب، أنه محمود الخطيب ترتيبه بين إخواته رقم 10، وكان يسكن في منزل يحمل الرقم 10، وأول سيارة اقتناها كان رقمها 10 10 10، وارتدى في النادي الأهلي بالطبع القميص رقم 10. لا أزيدك شيء ثاني. هاتي ما عندك. كابتن محمود الخطيب أيضا من مواليد شهر 10، ودعوني أصارحكم أن الكابتن محمود الخطيب الذي أعرفه شخصيا هو إنسان من طراز فريد، لا أبالغ إن قلت أنه مسؤول عن نسبة معتبرة من جماهيرية الأهلي. الأهلي والخطيب علاقة فريدة بين لاعب وكيان، علاقة نادي يسكن قلب إنسان. رحبوا معي بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بكل السادة الحضور الحقيقة اللي مشرفينا النهاردة في يوم بعتبره يوم تاريخي بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لي أنا شخصيا. بس قبل ما أتكلم كنت عايز أسأل سؤال كده، في حد من السادة الحاضرين حضر ماتش في استاد التتش بالجزيرة ولا مفيش حد حضر؟ في عدلي القيعة وهوت وخالد وهشام سعيد ما شاء الله واللي هو سفير النور ما شاء الله. كان الملعب بتاعنا في التتش الحقيقة كان ما بيخلاش يوميا من الجماهير. ملعب التتش في المباريات الملعب فل، في التدريب الملعب مليان. الكلام ده انا بتكلم على السبعينات، من سنه 71 لما ابتدينا يعني وقتنا مع الفريق الاول بالنسبه للنادي الاهلي. عموما كويس ان في ناس حضروا عشان انا كنت حاسس ان انا عجزت زياده، لكن كويس ان في ناس عجزوا معايا. بس كمان عايز اتكلم مع حضراتكم، طبعا بشكر كل الناس اللي كلموا ساعات الدكتور الوزير وكل الساده اللي اتكلموا ايمن ومحمد، بشكر يعقوب السعادي وبشكر شريف لادارتهم لهذا العمل يعني الاعلامي. عايز احكي لحضراتكم قصه، عايز ابتديها كقصه يعني. يمكن انا دخلت النادي الاهلي كلاعب سنه 71، زي ما قلت الملعب التتش لغايه دلوقتي
الملعب ككامل في ذاكرتي يعني. وأنا كنت واحد من الناس اللي كنت مجرد بس إن أحلم إن أنا أمشي جنب سور النادي الأهلي، مش ده يحصل وكمان أدخل النادي وكمان أبقى لاعب، وكمان بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جماهير النادي وفضل زمايلي اللي موجودين وبتشرف بيهم، بفضلهم جميعا حققت حاجات الحقيقة أنا ما كنتش متخيل إن أقدر أحققها، وكمان حاسس إن هي يعني أكتر من حقي يعني. لكن هنا عاوز أتكلم على قصة الاستاد. الحلم ده ابتدى سنة 76 رحمة الله عليه الفريق مرتجي. الفريق مرتجي كان تواصل وكلم سيد وزير المحافظ القاهرة وطلب أرض جديدة علشان إنشاء استاد النادي الأهلي. فالأرض دي تخصص مكانين، مكان في مدينة نصر ومكان في المعادي. ومجلس إدارة النادي الأهلي، وده يمكن مثبت فيه قرارات المجلس، اختار مدينة نصر. بعد ما اختار مدينة نصر وجم رؤساء بنعتز بيهم ومجالس إدارات بنعتز بيهم جدا، وهنا بذكر اللي كمل المسيرة بعدها الكابتن صلاح سليم رحمة الله عليه، كابتن عبد الصالح الوحش رحمة الله عليهم، وابتدوا في حوار من 88 لغاية 92 في ازاي يتفاوضوا عشان يتم انشاء الاستاد في مدينة نصر. ولكن بعد كل الفترة دي هيئة الطيران المدني رفضت ان يكون هناك ارتفاعات في هذا المكان، طبعا عشان المطار وكمان مطار ألماظ، فكان من الصعب. مجالس تانية ابتدت تيجي وابتدت تفكر طب الاستاد يروح فين، علشان كده فكروا في ساعتها كلنا واحد انها تكون في 6 اكتوبر. الكلام ده كانت الفكرة سنة 92، كانت مجرد فكرة. بعد كده خدنا الارض اللي احنا فيها النهاردة وعلى مساحة كبيرة، لان كان المستهدف نادي واستاد، ده كان المستهدف اللي كان موجود. عشان كده الارض مساحتها 128 فدان، وزي ما قال اخونا محمد ان في منهم 43 فدان يزيدوا ينقصوا حاجة بسيطة يعني، لكن الباقي كله لخدمات او خدمة اعضاء النادي الاهلي. الارض خدناها سنة 2004، وخدناها في وجود مجلس ادارة برئاسة الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة. وانا بشكر جدا، النهاردة كان حريص جدا انه يكون موجود، للأسف عنده ظروف صحية، وعشان كده بعت ابننا تيمور حسن حمدي موجود معنا. ابتدينا ان احنا نفكر ازاي يكون الاستاد في اكتوبر في الشيخ زايد. بعد المرحلة دي تم تكليفنا برئاسة النادي الأهلي سنة 2017، آخر 2017. كان عندنا أهداف كمجلس إدارة. الهدف الرئيسي عشان نعرف نشتغل كويس في كل الملفات وفي كل الأمور إن يبقى عندك دستور، يكون عندك دستور النادي الأهلي. دستور النادي الأهلي متمثل في نظام أو النظام الأساسي، لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. اللي بشكر فيها محمود بفهمي، كان في لجنة مكونة من سادة يعني أفاضل قانونيين، محمود بيه كان بيرقصهم، وقدموا لنا دستور وقدموا لنا لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وأنا بشكرهم جدا. من خلال اللائحة دي بقى عندنا إن احنا نقدر نعمل شركات اللي تفضل بيها السيد الوزير، واللي ساعد فيها الحقيقة في إن احنا ناخد خطوات سريعة فيها، فعملنا أكثر من شركة، منها شركة الأهلي للمنشآت الرياضية. طيب
نفس المشكلة واجهتنا الارتفاع، لأن الارتفاعات اللي كانت موجودة في الشيخ زايد هي 6 متر بس، 6 متر فقط. عشان تعمل الاستاد ازاي يبقى 6 متر؟ عشان نعمل استاد فكرنا من زمان جدا، عشان نوصل ناس متخصصة يعني نحفر جوه الارض ونحفر تحت اكتر من 25 متر عشان نبني الاستاد بتاعنا. طبعا ده كان امر في منتهى الصعوبة. ويميها الحقيقة انا فوضت من مجلس ادارة ان انا اروح لاكتر من جهة مسؤولة، ورحت وقعدت كتير، وقعدنا على مدار يمكن 1.5 أو 2 سنين عشان نحاول ناخد موافقة ارتفاع. وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. هيئة عمليات القوات المسلحة في مارس 2021 ادونا موافقة لارتفاعات 30 متر. ده الامر الاساسي. عشان كده انا بشكر كل مؤسسات الدولة اللي بالحقيقة بيتعاونوا مع اي عمل جاد، وبشكر الحقيقة كل الناس او كل الاساتذة واللواءات والاجهزة اللي كانت ورا يعني الموافقة دي. الموافقة دي هي اساس العمل النهاردة. لو ما كانش عندنا الموافقة دي ما كانش فيه استاد. فالحمد لله رب العالمين ان احنا حصلنا على هذه الموافقة. ودي بقى كان بالنسبة لنا هي نقطة التحول الرئاسية. ومش تحول بس، هو نقطة الامل. الامل ابتدى يبقى في عينينا، والامل ابتدى يبقى في دماغنا، عايزين نتحرك. عشان كده ابتدينا ان احنا نفكر، عايزين جهة مسؤولة، عايزين هيئة مسؤولة، اللي هي انشأنا شركة الاهلي للمنشآت الرياضية. طبعا الشركة فيها قامات الحقيقة بنفتخر بيها كلنا، ومن افضل الخبرات اللي موجودة في مصر والوطن العربي، مش عايز اقول برضو كمان في العالم. عايز ابتدي بالاستاذ ايمن اسماعيل. ايمن اسماعيل انا كنت محضر كلام اقول عشان ايمن، لكن ايمن يعني خصني بعبارات انا يمكن ما استحقهاش، ولكن بشكره جدا عليها. ومحمد كامل قال على ايمن اسماعيل على الترابيزة انه يعني ايه صعب جدا. هو طبعا كلمة صعب انه يعني دمه تقيل على الترابيزة، بس بصراحة انا كنت مبسوط من الدم التقيل ده، لان الدم التقيل ده او الصعوبة دي انه من حرصه على النادي الاهلي، ومن حرصه علي انا شخصيا. كان كل حرف، مفيش حرف بيعدي الا ما كان بيقف عنده، وازاي نحطه في الطريق السليم بتاعه. فانا بشكره جدا. مع ايمن في الدكتور احمد يوسف عبد العظيم، وفي دكتور خالد سر الصيام، وفي الاستاذ محمود عبد الله، وفي المهندس كمال مصطفى، والاستاذه مي سامي، والمهندس حازم هلال او اخويا الصغير حازم هلال. الحقيقه انا اكتشفت شخصيه عايز اقول عبقريه في مجاله في انتخاباتنا سنه 2017. الشركه عشان تبتدي تشتغل كنا احنا كمجلس اداره النادي الاهلي فوضنا لجنه من المجلس ومن الإدارة التنفيذية برئاسة المهندس محمد سراج علشان يبتدوا يحطوا رؤيتهم وأفكارهم بالنسبة لموضوع الاستاد. وأول ما الشركة اتعملت قاموا بتسليم ملف كامل للشركة اللي حصل الفترة اللي فاتت ايه، وعشان يبنوا عليه وعشان يتحركوا على ما تم يدرسوه مع بعض. يعني علشان كده يعني قطعنا كمان مشوار كبير جدا في التصميم. تصميم مش بس الاستاد، المدينة الرياضية اللي فيها غير الاستاد فيها مستشفى وفيها متحف وفيها مدرسة وفيها جامعة وفيها فندق. ان شاء الله كل ده موجود، وكل ده متحضر له ملفات كبيرة جدا لسه هنقعد بقى وهنناقشها، وان شاء الله هننهي هذه الامور باذن الله في اسرع وقت. وكل الناس متعهدة على كده ان احنا مفيش حاجة ان شاء الله توقفنا. اي حاجة ممكن تظهر هنحلها، وهنحلها باذن الله بتعاون الجميع مع بعض ان شاء الله. هنا عايز اقول حاجة مهمة جدا. حق جمهور النادي الاهلي، حق جمهور النادي الاهلي
انه يروح الاستاد بتاعه بسهولة ويدخل بسهولة ويخرج بسهولة ومعاه الادوات اللي بيشجع بيها المتاحة، ان هو ياخد ولاده ويقضي يوم في مباراة للنادي الاهلي في الاستاد، ياخد ولاده ويروح المتحف. كل الامور دي للاجيال الجديدة باذن الله يعرفوا قيمة النادي الاهلي ان شاء الله. هنا ارجو من حضراتكم بقى كمان نرجع لأصل المشكلة اللي وقفت ناس كتير واللي بتوقف كل مشاريع كبيرة جدا بتقف، التمويل. ازاي يبقى فيه تمويل؟ هنا كلمت مع شركة الاهلي للمنشآت الرياضية، مجلس ادارة، ازاي يختلقوا يعني افكار ورؤى تمويلية مبتكرة، ده دورهم مع ادوار اخرى طبعا كثيرة يعني. بس المهم في الادوار دي ان النادي الاهلي ما يتحملش اي اعباء مالية حالية او مستقبلية او ديون مستقبلية، ده عنوان للموضوع، وده الامر مهم جدا والحمد لله ده اتحقق. ليه احنا بنقول كده؟ بنقول كده ان احنا الحقيقة كمجلس ادارة احنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضية اللي بتخليها النادي الاهلي النهاردة اول نادي في العالم في تحقيق البطولات. لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية. فمش معقولة كمان النادي الاهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني استاد وما نصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية، ما نصرفش الكلام ده لخدمة اعضائنا اعضاء النادي، ما نصرفش الكلام ده في اسعاد جماهيرنا، ما نصرفش الكلام ده في التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فروع النادي، وكمان بنبني فروع جديدة الحمد لله رب العالمين. فهو ده يعني كان حق الناس، وده كمان مهمة الشركة انها ازاي توصلنا للمنطقة دي، ازاي ان احنا ما نتكلفش حاجة وكمان نستفيد ان شاء الله استفادة كويسة. كل ده بقى في ظروف اقتصادية صعبة جدا كلنا يعني شفناها وكلنا عشناها. هنا اتحركت شركة الاهلي تحرك كبير وابتدت يبان مشكلة التمويل، وهنا ظهر شركة بلتون برئاسة الوزيرة داليا خرشت. الحقيقة اللي انا بشكرها جدا جدا مش عشان تفاعلها بس، لا، عشان من اول يوم عندها حماس وعندها يعني حماس شديد جدا لفكرة المشروع، وكمان هي بقت هي اللي بتلاحقنا يعني، هي كمان اللي ابتدت تجري الناس كلها علشان نتحرك يعني. شركة بلتون طبعا انا مش هتكلم بقى على الشركات لانكم حضراتكم كلكم شفتوها، كلهم كيانات كبيرة جدا جدا، عالمية، عربية، مصرية، كلها كيانات كبيرة جدا. وبرضو شفتوا حضراتكم كل شركة بتفصيل وكل شركة و يعني السي في بتاعتها، سيرتها واعمالها كانت ايه وحجمها في العالم عامل ازاي. وهنا بقى بشكر واحد صاحب الرؤية، محمد كامل. محمد كامل فعلا زي ما قال كده من كام سنة كان جاوز يعني كان عنده افكار كتير ازاي نعمل الاستاد، وبعدين وصلنا مع محمد. يا محمد لازم عندنا كيان قوي، وده اللي اشتغل عليه، فاصبح النهارده عندنا شركه الاهلي او شركه القلعه الحمراء بقى كلها كيانات برضو وقامات كبيره جدا حاضرين في وسطينا، فانا بشكرهم جدا على مجهوده. ومحمد كمان من المنطلق ده سعى مع سياده الوزيره داليا خرشد ازاي يبقى في تحالف قوي، وده الحمد لله اللي اتحقق. محمد هو شاطر وشاطر جدا في التسويق والاستثمار وشاطر جدا في الحلم، بس عايز يكون الحلم ده
ليه ضوابط، لان احنا زي هو قال الناس هتسالنا، ولازم النهارده يفهم ان هو هيسال زي ما كل الناس هتسال. لازم نبتدي نشتغل بحرفيه وبحب علشان باذن الله نشوف الحلم ده متحقق ان شاء الله. هنا كان طبعا صعب جدا ان احنا يبقى كل الكلام ده سهل، لكن العمل الفعل نفسه عامل ازاي؟ كان في بعض عشان نوصل النهارده للاتفاق الاطاري اللي فيه اكتر من 30 صفحه اتعمل. هنا لازم اشكر حقيقه الدكتور خالد سر صيام، وهو واحد من اعلى الكوادر في العالم وكوادر احترافيه، واللي اشتغل على مدار شهور كبيره شهور كتيره مع التحالف مع دكتور بهاء، ازاي يحطوا اكتر من 30 صفحه كاتفاق اطاري، وهو ده اللي تم. بعد الخطوه دي، وده مكان اللي بيقوله برضو المهندس ايمن اسماعيل، النادي الاهلي والمؤسسي، النادي الاهلي خلاص وثق في شركه، عمل شركه، اداها المسؤوليه، تبعناها، وكنت انا المسؤول بقى يعني مفوض مجلس ان انا معاهم باستمرار. اشتغلوا ووصلوا خلاص للي انتوا شفتوه النهارده، فعملنا برزنتيشن كويسه وعملنا تصور وتم عرضه على مجلس اداره النادي الاهلي. وخلي بالكم الكلام ده كله من 4 ايام بس، 4 ايام فقط، لان احنا كان قبليها كان عندنا لسه ما وصلناش لبعض الحلول في حاجات معينه. فمن 4 ايام وصلنا لده، اتعرض على مجلس اداره، مجلس اداره مشكورين بالاجماع وافقوا على الفكره اللي بتطرح لحضراتكم النهارده. طيب ايه بقى هي الخطوات اللي جايه؟ الخطوات اللي جايه زي ما قلت محتاجه شغل، وشغل كتير جدا. ولكن عايز الاول قبل ما اتكلم على ده، عايز اتكلم على، انا قلت في البدايه يوم تاريخي للنادي الاهلي ولي انا شخصيا، من خلال اللي انا حكيته ده، ليه يوم تاريخي؟ يوم تاريخي يا جماعه، لو احنا افتكرنا اخر مباراه اتلعبت في استاد التتش، معرفش حد فاكرها ولا لا، رسمية، مباراة رسمية، فاكرها يا عادلي انت؟ كلام دوت كان سنة 76 75 اسف سنة 75، مباراة رسمية. يعني عدى لغاية النهاردة يا جماعة 49 سنة، 49 سنة الحلم موجود، 49 سنة مجالس الإدارة بتشتغل عليه، 49 سنة الجمهور نفسه يشوفه، 49 سنة الناس كلها منتظرة ده. النهاردة احنا ان شاء الله بإذن الله يكون هو ده بداية تحقيق هذا الأمر، ودي النهاردة ان شاء الله خطوة مهمة جدا لهذا الموضوع. الحقيقة أنا في النهاية عايز أقول حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم النادي الأهلي بجمهوره. جمهور الأهلي هو فعلا أحسن جمهور في الكون. الجمهور ده ليه حق علينا وليه حق علي أنا شخصيا، لأن أنا قلت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ودعم الجمهور. أنا زي ما قلت ربنا أكرمني بحاجات كتير من يوم ما دخلت النادي، يمكن ما استحقش كل الكرم ده، ولكن الحمد لله رب العالمين. هنا انا ما فضلش بالنسبه لي غير حاجه واحده بس نفسي تتحقق ونفسي احققها مع زمايلي، ان اشوف النادي الاهلي بيلعب في استاده. ده امر مهم جدا بالنسبه لي وامل كبير جدا بالنسبه لنا. ساعتها بس هحس ان احنا كلنا، وانا بقول معايا بقى زمايلي اعضاء مجلس اداره واي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي، اي واحد ارتبط اسمه بقى عنده اسم شهره، لان ده النادي الاهلي وده جمهور الاهلي. فكل زمايلي وانا اولهم، احنا عندنا دعم كبير، واحنا يعني عندنا كمان مهمه كبيره جدا ان احنا لازم ننقذها عشان جماهيرنا،
لكن كل اسم مر جنب النادي الاهلي هو استفاد من النادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي من حقه علينا احنا كلنا نشتغل، حتى لو اشتغلنا بأزمنة وبوقات ودينا فكر ودينا رؤية ودينا، يعني بيقول مثلا ايمن وبيقول محمد كامل احنا فعلا التقينا في وانا بتعالج، وانا على فكرة طالع تاني لمين اللي جايين دولت. المهم احنا كلنا هنحس، وانا ساعتها بصراحة احس لو اتحقق حلمنا وشفنا او شفت، حتى لو كنت قعيد يعني شفت بس مجرد مباراة في النادي الاهلي في الاستاد الاهلي، ده بالنسبة لي احس ساعتها ان انا رديت جميل للنادي ورديت جميل للجماهير، وكمان شكرت الله سبحانه وتعالى على كل امر فيه توفيق ربنا اكرمنا به. الحمد لله رب العالمين. يا جماعة انا تاني بشكر كل الحضور، وبقول ان احنا عمرنا ما كنا قريبين من حلمنا زي النهاردة. عشان كده انا عايز اقول استادنا وحنبنيه سوا بإذن الله. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنت بقول للكابتن محمود الخطيب لولا انك اهل لهذا الخير ما اتاك. شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا لكل ما قدمت.